مرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بأخبار انتخابات النادي الإفريقي اللي من المنتظر باش تتأجل إلى وقت لاحق نظرا لعدم ورود أي قائمة للترشح لرئاسة النادي. عضو اللجنة المشرف على الانتخابات الأستاذ تومي بن فرحات كان وضح كل الأمور القانونية في حواره مع زميلي حيدر الشيرني. الأجيال الترشحات انطلقت من نهار 19 جوان، انطلقت فترة الترشحات إلى حدود 20 جويلية 6 مساء، ورغم ذلك وأنا رغم الفترة هذه كل ما جاء حدا ترشح لحد اليوم. دونك ابتداء من اليوم ولا من غدوة شنو المفروض يصير معناها بالنسبة لي؟ هو حسب الفصل 31 من القانون الأساسي النادي الإفريقي، في غضون أقصى في أجل أقصى 30 يوم، معناها ينجم من يوم من 24 ساعة إلى 30 يوم يمكن الدعوة إلى انتخابات ثانية. معناها أنا نتخيل باش ما ندخلش في الموسم الرياضي مش يكون أجل طويل، يكون أجل ما بين أسبوع وأسبوعين حسب طور احنا مجتمعين طور المشرف على الانتخابات باش ما ندخلوش في الموسم الرياضي. دونك قلنا يمكن يكون أجل قصير بين أسبوع أو أسبوعين باعتبار أنه الأجل الأقصى هو 30 يوم. في صورة عدم في المرة الثانية لم يرد أي ترشح، الحالة هذيك معناها يقع إرجاع الأمور كل إلى هيئة لجنة الحكماء اللي هي تبقى عندها الصلاحيات في أن الهيئة هذه تتواصل كهيئة تسييرية أو تدعو إلى جلسة عامة أخرى أو تسير هي بنفسها أو تعين أي هيئة تسييرية تراها صالحة. اليوم فما قناعة أنه الحقيقة حاسب ما قاعد يصير ونلاحظه ونتبعه أنه ما فماش معناها رغبة من أي طرف أنه يترشح اليوم لرئاسة ولا لعضوية الإفريقي في المرحلة القادمة، معناها حتى كان باش تعمل أجل باش تعين جلسة عامة انتخابية أخرى. احنا معناها احتراما للقانون الأساسي، هو فقط احتراما للقانون، احتراما للقانون الأساسي، وهذيك قلنا الأجل يكون قصير في قراءة للواقع اللي نشوف فيه هذا، وفيه أيضا عدم المساس من الموسم الرياضي باش معناها تكون الأمور مستقرة أكثر، وخصوصا أنها بدأت في الاستقرار. قانونيا يمكن لهذه الهيئة أن تواصل، قانونيا يمكن لهذه الهيئة أن تواصل باعتبار أن بجميع أعمالها أعمال قانونية، باعتبار أن الهيئة الحكماء منذ بلاغ في فيفري اعتبرت أنه الهيئة هذه هي تبقى إلى حين انتخاب هيئة أخرى. ديما مع النادي الافريقي، المهاجم النيجيري كينغسلي ايدو وقع بشكل رسمي على عقد مدته زوز مواسم مع النادي الافريقي في شكل انتقال حر بعد نهايه تجربته مع نادي العربي الكويتي. ايدو سبق له خوض زوز تجارب في تونس مع السي اس اس والترجي الرياضي. بالنسبه لبسام السرار، في اللعب قريب برشا من التوقيع لكن الى حد الان مازال ما فما حتى شيء رسمي. ثلاثة أندية تونسية من المنتظر غدو باش تقوم بإيداع الاتفاقية المبرمة مع اللاعبين المحليين لضمان المشاركة الإفريقية. اليوم الجامعة التونسية استقبلت مجموعة من الملاعبية لإمضاء الاتفاقيات، بالتالي غدوة ينتهي شبح عدم المشاركة في دوري الأبطال بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، وأيضا كأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة للسيا وأيضا للأولمبي البيشي. لاعب النجم الساحلي والمنتخب بوسام عبيد قام منذ يومين بتدخل جراحي على مستوى الركبة، ومن المنتظر باش يغيب لمدة 3 أسابيع قبل العودة للتمارين. نقعد مع ليتوال، اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان رجع اليوم للتمارين مع الفريق، من المنتظر باش يجلس صحبة وكيل أعماله مع الهيئة المديرة لفضل الإشكال الحاصل بعد شكاية قدم بها للحصول على مستحقات المادية. الجزائري نبيل نغيز هو المدرب الجديد للأولمبي البيجي بعد اتفاق رسمي بين زوز أطراف. غدوة يوصل لمدينة بيجا لإكمال إجراءات التعاقد وبعدها يباشر العمل متاعه على رأس الفريق. نختم بخبر يخص الاتحاد المونستيري اللي تعاقد اليوم بصفة رسمية مع حارس النجم الساحلي أحمد سليمان لمدة 3 مواسم. سبور إكسبريس وفاتن.